أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زلنا مع موسى عليه السلام، بل ما زلنا مع الله رب موسى والعالمين. أتلو الآيات التي تدارسناها بالأمس لارتباطها بهذه الآيات، فهي معطوفة عنها. وهل أتاك حديث موسى؟ من القائل هذا؟ الله جل جلاله. لمن قال هذا الكلام؟ لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهل أتاك حديث موسى؟ متى؟ إذ رأى نارا. وعلمنا أن موسى كان في ليالي مظلمة، ليالي الشتاء، وانعدم عنده ما يشعل به النار. إذن فقال لأهلهم كثوا في هذا المكان، إني آنست نارا، أبصرت نارا شاهدها من بعد، وهي في الحقيقة نور الله ليست بالنار المعروفة، أنوار إلهي على تلك الشجرة، فظنها في رأيه نارا. أمكثوا إني آنست نارا، أي أبصرتها، لعلي آتيكم منها بقبس نشعل به النار ونستدفي بها، أو أجد على النار هدى أعرف به الطريق، ونحن في طريقنا إلى مصر. إذ كان موسى مع أهله متجه نحو مصر ليزور والدته، وقد فقدها أكثر من 10 سنين. إذن فلما أتاها نودي، أتى الشجرة العنابية التي بها الأنوار، نودي أي ناداه الله يا موسى إني أنا ربك. ولن يقول هذا ملك من الملائكة، هذا كلام الله كفاحا بلا واسطة. إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. وقد عرفنا أن البقاع المقدسة ينبغي أن لا ننتعل فيها بنعالنا، اقتداء بهذا التوجيه الإلهي. وأنا اخترتك، قال له ربه تعالى، وأنا اخترتك من بين عبادي ليحملك رسالتي، ليبعث به إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا ظالمين، واخترتك لنفسي. إذن فاستمع لما يوحى من الآن. إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وهذا تقرير معنى لا إله إلا الله، والصورة مكية.
استمع ما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. تذكرون تفسير وأقم الصلاة لذكري؟ من أراد أن يذكر الله فليدخل في الصلاة، ومن نسي الصلاة أو نام عنها فليقم يصلي عندما يذكرها. فأقم الصلاة لذكري. ثم قال له إن الساعة آتية جائية لا محالة أكاد أخفيها عن نفسي، فأخفاها الله تعالى لحكمة، لو أعلم الناس متى الساعة ما يعبدونه أو لا يتركون أبدا عبادته، لكن كونهم جاهلين بها كجهل بأعمارهم هؤلاء يكلفون فيعمل من يعمل ويترك من يترك ليتم الجزاء على الكسب والعمل. وعلل لذلك فقال لتجزى كل نفس بما تسعى. لو ما شاء الله أن يخلقنا بالمرة ما خلق، لو شاء أن يخلقنا ملائكة ما فينا من يعصي الله فعل، لكن أراد الابتلاء والامتحان ليتم الجزاء، إما بدار النعيم الجنة وإما بدار البوار النار. فمن هنا أخفى عنا أعمارنا ما ندري متى نموت، وأخفى عنا نهاية الحياة متى تنتهي، لهذه الحكمة العالية، لتجزى كل نفس بما تسعى في هذه الدنيا أي بما تعمل. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وهذا تقرير البعث الآخر. فلا يصدنك عن الإيمان بالبعث الآخر بالدار الآخرة بالحياة الثانية، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها من الملاحدة والمشركين والذين لا يؤمنون بالدار الآخرة واتبع هواهم فهلكوا، فتفعل أنت ذلك فتردى. وقال له وما تلك بيمينك يا موسى. لما تم ذلك الحديث بكامله قال له تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، والتي بيمينه عصاه، والعصا تؤخذ باليمين لا بالشمال، وهذه سنة بشرية، العصا تؤخذ باليمين. وما تلك بيمينك يا موسى، والله يعلمها، ولكن ليقول له ألقها وشاهد ما تشاهد منها. ثم هنا أهل التفسير يذكرون أن العصا من سنن الأنبياء، الأنبياء دائما معهم العصي، وهذا موسى يحمل عصاه، وجاء الإسلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أيضا يخطب عصاه في يده، والخطباء من العرب كلهم في الجاهلية والإسلام يحملون العصا ويخطبون عندها وهم يحملونها. فهذه العصا سأل الله تعالى نبيه موسى ما تلك بيمينك، أجابه قال هي عصايا. لماذا قال توكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى؟ قالت العلماء أطال الوقوف بين يدي الله ليستأنس بالوقوف مع الله عز وجل، لو شاء لقال عصاي، لكن قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لأنه يريد أن تطول المدة التي هو يتكلم فيها مع الله، وهذا سر عجيب. وقوله أتوكأ عليها معروف التوكأ على العصا عندما يكون المرء ماشيا. ثانيا أهش بها على غنمي، هو كان يرعى الغنم 10 سنين، يضرب بها الشجرة تتساقط الأوراق اليابسة فتأكل الغنم تلك الأوراق،
وأهش بها وأخبط بها الشجرة فتتساقط الأوراق الجافة فتأكلها الأغنام. ولي فيها مآرب أخرى حاجات، والمآرب جمع مأرب حاجة من الحاجات، منها أنه يحمل عصاه على كتفه ويعلق فيها نعليه أو يعلق فيها الماء أو زهده، وهذا شائع بين الناس. يقتل بها الحيات وما يؤذي، أحيانا يجد بير والماء فيه بعيد وريشا قصير يلصق الريشا في العصا وينزل الدلو فيستخرج الماء. على كل حال منافع كثيرة. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال القائل ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر، زاد عن المطلوب. سئل عن الماء ماء البحر قال هو الطهور ماء والحل ميتته، فزاد في زاد عن الجواب بشيء مفيد، وهذا حال الأدباء والعارفين. فلما قال موسى عليه السلام ما سمعتم؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال الله تعالى له بعد ذلك ألقها يا موسى، ألق العصا من يديك. فأطاع الله وألقى عصاه فتحولت إلى ثعبان، إلى حنش، إلى حية تهتز كأنها جان. فشرد موسى وتأخر ورجع القهقها، خاف، وكيف لا يخاف، تهتز كأنها جان، ثعبان من الثعابين في آية النمل. وهنا قال فألقاها فإذا حية تسعى، تمشي تسحب في الأرض على بطنها. قال خذها ولا تخف. لما تأخر موسى وشرد وخاف طمأنه الله تعالى فقال خذها ولا تخف أبدا منها، سنعيدها سيرتها الأولى وتعود عصاك كما كانت. وهكذا هذا هو الله، هذا هو رب العالمين، هذا هو خالقنا، هذا هو مبدينا معيدنا. عصا في يد موسى تتحول إلى ثعبان تهتز كأنها جان، ثم تتحول بكلمة كن إلى عصا كأنها لم تكن عثبة ثعبان ولا حنش ولا حية. خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وأعادها الله كما كانت وهدأ موسى واستقر. ثم قال واضمم يدك إلى جناحك. الجناح هذا، والإنسان له جناحان كالطير، وضم اليد إلى الجناح اليمنى يدخل تحت اليسرى، هكذا يدخل يده اليمنى تحت اليسرى. وموسى كان آدم الوجه، ما هو أبيض كالأوروبيين، كان آدم ما بين الحمر والبياض. فأدخل يده وأخرجها فإذا هي كأنها فلقة قمر، قطعة من قمر، والله العظيم كأنها فلقة قمر، وما بها برص ولا مرض، بيضاء أكثر من الزبدة. قال واضمم يدك إلى جناحك، اليد اليمنى، إذ أدخلها تحت عضد اليسرى، تخرج بيضاء من غير سوء، من غير مرض ولا برص، لأن البرص أيضا ينقلب فيه الأسود أبيض، لكن هذا من غير سوء من غير مرض،
فقط بإرادة الله وقدرته تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير مرض أو برص. إذن وآية أخرى، الأولى اليد وإلى لا، العصا وإلى لا، واليد هي الثانية. الآن آتاه آيتين وسيزيده سبع آيات، تسع آيات، سبع آيات، إذ آياته تسع، ولقد آتنا موسى تسع آيات بينات، منها اليد والعصا، أو العصا أولا ثم اليد، وبعد ذلك تحويل المياه المصرية إلى، فأرسلنا عليهم الطوفان، المياه انقلبت عليهم فمسحت الأرض، والجراد من أراد أن ينظر الجراد ينجو عندنا في الصباح، لكن هذا الجراد أكل ما عنده، أكل أوراق الشجر والنباتات وكل ما فيه، والضفادع تزحف، والقمل في أجسادهم آيات، والدام المياه انقلبت إلى دام أحمر ما تشرب، وطلبوا من موسى أن يشفع عند الله وشفع لهم، ولكن أصروا على الكفر. الشاهد عندنا الآيات التي أعطاها الله موسى عليه السلام تسع آيات، من انفلاق البحر في طريقهم إلى أرض القدس، ضرب البحر بعصا فانفلق فخرجوا. إذن قال تعالى لنريك من آياتنا الكبرى، هذه آية أخرى، وما زلنا نريك من آياتنا الكبرى، وقد أراه الآيات كما سمعته. إذن اذهب إلى فرعون إنه طغى، ومعنى هذا أنه سلحه وزوده بالسلاح ودربه عليه، لو أنه ما علمه كيف يقابل موسى فرعون بالعصا يضرب بها فرعون يختطفون من يده، ثم لو ما شاهدها الآن ممكن لو ضربها كان يهرب أيضا معهم، لو كان مع فرعون وألقاه وانقلبت إلى ثعبان يهرب، فلهذا دربه الله عز وجل. فلهذا يجب على المسؤولين أن يدربوا رجالهم على استعمال النساء السلاح لاستعمال اللائق، وإلا يحملون السلاح ثم يهربون ما يعرفون كيف يطلقونه. هذه آية عجيبة، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. آية أخرى، لماذا هذا؟ لنريك من آياتنا الكبرى العظمى، وهي تسع آيات. وهل آمن فرعون على هذه الآيات؟ ما آمن. فلهذا تقرر عند أهل الإسلام أن الآيات لا تكون سبب الهداية أبدا، كم وكم وكم يشاهدون الآيات وما يؤمنون. فلهذا لسنا في حاجة إلى الآيات حتى نؤمن، أي المعجزات. الإيمان يكون بالغيب يمليه العقل، ما هو شرط أن تشاهد المخترعات. لنريه من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. ما معنى طغى؟ تجبر وتكبر وادعى الربوبية والألوهية، إذ قال تعالى عنه ما علمت لكم من إله غيري، هكذا قال، ما علمت لكم أيها الناس من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى في سورة النازعات. ادعى الربوبية والألوهية، مع أن ادعاء الألوهية نادر، الربوبية نادر، ما في من يقول أنا رب أخلق ماذا تخلق، لكن الألوهية ادعى أنه يعبد لأنه كذا وكذا. لكن فرعون عليه لعائن الله ادعى الربوبية والألوهية، وهذا كتاب الله شاهد. ودل على هذا قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى،
خرج عن نظام الحياة، ادعى الربوبية والألوهية. معنى الآيات: ما زال السياق الكريم مع موسى وربه تعالى، مع موسى وربه عز وجل، إذ سأله الرب تعالى وهو أعلم به، الرب سأل موسى وهو أعلم به ومما وأعلم بما عنده، وإلا لا، سائلا له قائلا: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فأجاب موسى عليه السلام: أولا يسأله تعالى ليقرر بأن ما بيده عصا من خشب يابسة. لما سأله؟ ليقرر بأنها عصا من خشب. قال يسأله ليقرر بأن ما بيده عصا من خشب يابسة، فإذا تحولت إلى حية تسعى علم أنها آية له أعطاه إياها ربه ذو القدرة الباهرة ليرسله إلى فرعون، ليرسله إلى فرعون وملئه. من هم ملأه؟ رجال بلاده، أرباب العلم والأموال. قال وأجاب موسى ربه تعالى، أجابه، قال: هي عصايا. سأله أجابه قائلا: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. يريد يخبط بها الشجر اليابس فيتساقط الورق فتأكله الغنم، ما عزوان، ولي فيها مآرب أخرى، أي حاجات أخرى غير ما ذكرت، كحمل الزاد والماء يعلقه بها ويضع على عاتقه كعادة الرعاة، وقد يقتل بها الهوام الضارة كالعقرب والحية وما إلى ذلك. فقال له ربه عز وجل: ألقها يا موسى. فألقاها، امتثال لأمر الله، فألقاها من يده فإذا هي حية تسعى، أي ثعبان عظيم تمشي على بطنها كالثعبان، أي العصا تمشي على بطنها كالثعبان الصغير المسمى بالجان. فخاف موسى منها وولى هاربا، فقال له الرب تعالى: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى التي كانت عليها، أي نعيدها عصا كما كانت قبل تحولها إلى حية. وفعلا أخذها فإذا هي عصاه التي كانت بيمينه. ثم أمره تعالى بقوله: واضمم يدك، أي اليمنى، واضمم يدك أي اليمنى إلى جناحك الأيسر، تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص. وفعل، فضم يده تحت عضده إلى إبطه، ثم استخرجها فإذا هي تتلألأ كأنها فلقة قمر، أو كأنها الثلج بياضا، أو أشد من بياض الثلج. وقوله تعالى آية أخرى، أي آية لك دالة على رسالتك
أخرى، إذ الأولى هي انقلاب العصا إلى حية تسعى كأنها جان. فقوله تعالى آية أخرى، آية لك دال على رسالتك أخرى، إذ الأولى هي انقلاب العصا إلى حية تسعى كأنها جان. وقوله تعالى لنوريك من آياتنا الكبرى، أي حولنا لك العصا حية، حولنا لك العصا حية، وجعلنا يدك تخرج بيضاء من غير تخرج بيضاء من أجل أن نريك من دلائل قدرتنا وعظيم سلطاننا. مظاهر القدرة وإلا لا؟ مظاهر السلطة التي لا تقهر. وقوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، لما أراه من عجائب قدرته، لما أرى الله تعالى عبده ورسوله موسى من عجائب قدرته أمره أن يذهب إلى فرعون رسولا إليه، يأمره بعبادة الله وحده. لو ما أعطاه هذه المعجزات قد ما يقوى موسى على أن يمشي ويتكلم مع فرعون، سلحه وعلمه قال امشي. لما أراه من عجائب قدرته أمره أن يذهب إلى فرعون رسولا إليه، يأمره بماذا؟ بعبادة الله وحده، وأن يرسل معه بني إسرائيل ليخرج بهم إلى أرض المعاد بالشام أي القدس. إذ رسالة موسى مزدوجة، أولا يأمر بعبادة الله وحده وترك الأصنام وعبادة الأوثان، ثانيا أن يعطيه المصريون بني إسرائيل من إخوانه وبني عمه ليذهب بهم إلى أرض الشام إلى القدس. وأرسل معه بني إسرائيل يخرج بهم إلى أرض المعاد بالشام. وقوله تعالى إنه طغى، أي تجاوز قدره وتعدى حده كبشر، إذ أصبح يدعي الربوبية والألوهية. ومن العجيب ما تسمعون أن فرعون عليه لعائن الله سبب ترقيه وتوصله أنه كان لص، عرفتم؟ ماذا يفعل؟ يسرق الأكفان من المقبرة، ثم لما اشتدت عضده أخذ إذا جاء البادية ويحملون ميتهم يأخذ عليهم أجرة. أهل البيت ما هو أمك أمتنا، عشرا فعشرين جاءوا بميت، قول أنا ما أمر، آتوا 10,000 ريال. وازداد عتوا وطغيانا، فاستدعاه الملك فرأى أنه صالح هذا لهذه الأمور، فولاه ومات الملك وحكم فرعون. فأصله كان لصا ساق، ثم تجبر وتكبر وأخذ أموال الناس بالباطل، ثم أصبح ملك مصر. إنه طغى، أي تجاوز قدره وتعدى حده كبشر، إذ أصبح يدعي الربوبية والألوهية، إذ قال ما علمت لكم إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أي تجاوز قدره وتعدى حده كبشر، إذ أصبح يدعي الربوبية والألوهية، فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم إله غيري، فأي طغيان أكبر من هذا الطغيان عباد الله؟ اللهم لا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تقرير نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أولا تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تقررت؟
من أين له هذا الكلام؟ ما هو ما عاش مع موسى ولا عاصاه لولا أنه يوحى إليه من الله؟ إذن فهو رسول الله. نعم. ثانيا استحباب تناول الأشياء غير المستقذرة باليمين. لطيفة هذه، استحباب تناول الأشياء غير المستقذرة باليمين، ما يتناول بها الأوساخ والنجاسات، لكن الأشياء النظيفة الطاهرة يستحب أن تأخذها بيمينك. هذا موسى جاء يحمل عصاه بيمينه، سأله ما بيمين؟ قال عصايا. يستحب للمؤمن أن يتناول الأشياء النقية الطاهرة النظيفة بيمينه، ويأخذ باليسرى ما كان في قذر أو نجس وما إلى ذلك، سنة الأنبياء. نعم. ثالثا مشروعية حمل العصا. مشروعية حمل العصا، إذا رأيتم رجل في يد عصا لا تلوموه أو تقولوا أعرج أو تقولوا كذا، بل من سنن الأولين هذه، مشروع تأخذ عصا تستعين بها على مشيك على جلوسك على قتل حي على كذا إلى غير ذلك، بل من السنن. نعم. ففرح يا أبا عبد العزيز، فين عصاك الآن؟ قال المؤلف غفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين: في النهر كان خطباء العرب يحملونها في أثناء الخطاب يشيرون بها، وكره هذا الشعوبيون من غير العرب، وهم محجوجون بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وللعصا فوائد كثيرة، آخر فوائدها أنها تذكر بالسفر إلى الآخرة. الله أكبر. قال: من آخر فوائد حمل العصا أنها تذكرك بالدار الآخرة. حمل عصا مريض وإلا لا، يموت وإلا لا، فالعصا تذكر بالدار الآخرة. أعيد هذا كله. قال: كان ما تستعجل. قال: في مشروعية حمل العصا كان خطباء العرب يحملون العصا، يحملونها في أثناء الخطاب يشيرون بها، وسر ذلك أنهم يهددون بها ليكون كلام مسموعا أو كلام عادي، في يد العصا يشير بها ويوجه الناس. قال: وكره هذا الشعوبيون من غير العرب. أين كرهوا من غير العرب؟ قال: لما الخطيب العصا بيده على المنبر العصا بيده؟ وهم محجوجون بهذه الآية والحديث. قال: وهم محجوجون بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وللعصا فوائد كثيرة، آخر فوائدها أنها تذكر بالسفر إلى الآخرة. رابعا سنة رعي الغنم للأنبياء. سنة رعي الغنم للأنبياء. أما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كنت قد رعيتها لأهل ما على قاريطة. ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، رعيت على قاريطة لأهل مكة. خامسا مشروعية التدريب على السلاح قبل استعماله في المعارك. أعد. مشروعية التدريب على السلاح قبل استعماله في المعارك. مشروعية التدريب على السلاح قبل دخول المعركة، هذا معمول به في العالم، لكن يجب أن نذكر أنه في القرآن. مشروعية التدريب على السلاح قبل استعماله. نعم. سادسا آية موسى في انقلاب العصا حية وخروج اليد بيضاء كأنها الثلج أو شعاع الشمس. آيتان من تسع آيات أعطاهم الله موسى ليحارب فرعون وقومه، وحاربهم وانتصر والحمد لله، وهلك فرعون والكافرون. سابعا وأخيرا بيان الطغيان، وهو ادعاء العبد ما ليس له كالألوهية ونحوها.